تفضل. الو، السلام عليكم شيخ. سلام ورحمة. شيخ، عندي سؤال وطلب منك. نعم، إن استطعت قول. طيب، السؤال هو في حديث عن الرسول بما معناه بيقول انه اذا واحد صلى علي الله بيرد لي الروح لحد رد الله حتى ارد عليه السلام. نعم، كيف معناتها كيف ترد الروح للرسول؟ معناتها الرسول هلا مو ميت، هو عايش. هذا قول بعضهم، قالوا لو احنا أمة المليار، لو كل واحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كل ثانية، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه. ومنهم من قال الله أعلم بآلية الغيب هذه. الله أعلم بآلية الغيب هذه، ليه يا شيخنا؟ لأن الزمان في عالم الغيب ليس كالزمان في الدنيا، صح ولا لا؟ هذه متفقين عليها، فأنت لا تقس زماننا حنا، يعني أنا أقول صلى الله عليه وآله وسلم، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم روحه فيقول فيرد السلام علي. زمان الغيبي ليس كالزمان الدنيوي، بمعنى حتى أقرب لك المعنى، أنت لما تنام الحين مثلا دقيقة، صح؟ أنا مثلا على الهواء وخفيت دقيقة شفت منام، صح ولا أشوف منام ساعة، صح ولا لا؟ وصلت الفكرة؟ وإن كان مقداره 50,000، وإن يوما عند ربك، والله نسيت، مقداره 1000 سنة، صح ولا لا؟ فخلاف الزمان الغيبي في عالم الغيب عن عالم الشهادة، لا نستطيع الآن أن هذا الحديث نوظفه في عالم الدنيا في موازين الدنيا. هذا الزمان في العالم الغيبي كيف يرد السلام، هذا أمر غيبي ما نعرف، لأن الزمان كهيئة الزمان يختلف. وصلت الفكرة ولا لا؟ وصلت أكيد أكيد. نعم.